بسم الله الرحمن الرحيم. شيت 5 بيتكلم على ماكسويل ايكويشنز والبوينتينج سيرم. ماكسويل ايكويشنز في اول مسائل ليه كان ماكسويل ايكويشنز كان هم 4 ايكويشنز، كنا زي ما الدكتور شرحهم في المحاضره. كيرل الاي كان بتساوي ماينس بارشال بي بارشال تي، وكيرل الاتش بتساوي جي بلس بارشال دي بارشال تي، و ديفيد دي ايكوال رو ديفيد بي ايكوال 0. ماكسويل ايكويشنز المعادلات دي كلها مجموعها دي بيقدر يحل اي الكتروماجنتيك فينومينا. أول أسئلة عندنا بتتكلم على أنواع الكرنت دنسيتيز الموجودة في أي ميديوم، سواء ديفيوجن كرنت أو ديسبليسمنت كرنت. فبيقول لي كومبير الماجنتيودز بتاع الكوندكشن كرنت والديسبليسمنت كرنت، الكومبوننتس بتاعتها قد إيه في ميديومز مختلفة. فالفكرة كلها إنه الديفيوجن كرنت أو الديسبليسمنت كرنت ايه هم او ايه انواعهم شكلها عامل ازاي. الحقيقه الكلام ده كله بيعتمد على المعادله الثانيه بتاعه ماكسويل اللي كان فيها كيرل اتش ايكوال جي بلس بارشال دي بارشال تي. طبعا ماكسويل ايكويشنز في التايم هارمونكس الترم بتاع البارشال بارشال ده بنشيله ونحط بداله جي اوميجا، والدي بخليها ابسلون اي. فدي شكل ماكسويل ايكويشنز. الترم اللي هو بتاع الجي ده بنسميه الكوندكشن كارنت، والترم التاني ده بنسميه الديسبليسمنت كارنت. وفي اي ميديم الاتنين دول موجودين، سواء الكوندكشن كارنت او الديسبليسمنت كارنت. بس طبعا اللي بيفرق معايا انه في كومبوننت بتاع واحد فيهم بتبقى اكبر من التاني، فممكن في ترم معين او في ميديم معين تلاقينا بنجلكت واحد، وفي ميديم تاني بنخلي التاني موجود على حسب مين بيكون اكبر من مين. فهو عايز الريشيو ما بين الكوندكشن كارنت والديسبليسمنت كارنت دنسيتيز. فالكوندكشن كارنت ده جي هو ليه علاقة بالالكتريك فيلد، فالجي ده هو عبارة عن سيجما اي. فأوقات بنكتب الجي ده بنسميه جي سي اللي هو عبارة عن كوندكشن كارنت، والترم اللي هو اوميجا ابسلون اي ده اللي هو بنسميه جي ديسبليسمنت او جي دي، فهو عبارة عن اوميجا ابسلون اي. طبعا هو عايز الماجنتيود، يبقى الجي مش داخلة معايا لان جي له الكومبلكس نمبر. فساعتها بنبقى لو شلنا ال جي سي دي حطيناها سيجما اي، فهتلاقي الاي هنا بتروح مع الاي، هيطلع في الاخر سيجما على اوميجا ابسلون. هو عايز يعمل ايه؟ عايز يجيب العلاقه دي في كذا ماتيريال. الماتيريال الاولانيه هي الكبر، الماتيريال الثانيه هي الليد، الماتيريال الثالثه هي السي ووتر والدراي ايرث. عندي فريكوينسز مختلفه، فريكوينسي الاولاني 60 كيلو 1 كيلو 1 ميجا 1 جيجا هرتز. احنا حبينا نعمل حاجة زي دي هنعملها ازاي؟ بكل بساطة انا بروح في الماتيريال الاولاني اللي هو الكبر، عارف السيجما بتاعته بكام وعارف الابسلون بكام. فالسيجما انا عارفها وعارف الابسلون، باقي لي بس الفريكونسي اللي هو عايز يعوض عنه. فمرة هعوض بفريكونسي ب60، ومرة فريكونسي 1 كيلو، ومرة 1 ميجا، ومرة 1 جيجا، وهحسب الريشيو دي قد ايه في حالة الكبر، واروح اعيد نفس الكلام ده في الليد، ومرة في السي ووتر، ومرة في الدراي ايرث. فانا عملنا الكلام ده بجدول كده. في حاله الكبر عارف السيجما والابسلون بتاعته هي ابسلون نوت زي ما هو جيفن، فمجرد ان انا عارف الفريكوانسي دلوقتي مره بيبقى 50 او 60 هرتز على حسب اللي هو جيفن، هي كانت 60 فالمفروض دي 60 مش 50. فلو انا حطيت هنا الفريكوانسي 50 او 60 يعني، والابسلون هي ابسلون نوت في الابسلون ار عندي بواحد، والسيجما جيفن في المسألة هنا اللي هي 5.75 × 10^7، وهحسب الريشيو عند فريكونسي 60 هيطلع بالرقم ده. عند فريكونسي 1 كيلو هتلاقي ان الرقم ده بيفضل يقل معانا لغاية ما يوصل لواحد جيجا، هتلاقي ان الرقم بقى 10 × 10^9. هو كان بادئ معانا 1 × 10^16. عملنا نفس الكلام في الليد، غيرنا بس السيجما بتاعته والابسلون. والسي ووتر عملنا نفس الكلام، وفي الدراي ايرث عملنا نفس الكلام، عندي الابسلون وعندي السيجما، مجرد ان انا بعوض بالعلاقات دي عند فريكونسيز مختلفه وبشوف الريشيو دي قيمتها بتبقى عامله ازاي. الواضح في الموضوع انه مثلا في حاله الكبر هتلاقي ان الريشيو بتاعت الكوندكشن على الديسبليسمنت كبيره جدا. يعني ايه 10 مثلا اس 16؟ دي يعني قيمة الكوندكشن على الديسبليسمنت بتساوي 10^16، أو بمعنى تاني إن الكوندكشن بيساوي 10^16 مرة الديسبليسمنت. فده عند الفريكونسي اللي هو النورمال فريكونسي اللي احنا شغالين بيه. فبرضه معناتها ايه؟ معناتها مثلا ان لو الكوندكشن
واحد امبير، معناتها ان الديسبيسمنت 10 اس نيجاتيف 16 امبير، فطبعا قيمته تكاد تكون منعدمة، يعني تكاد تكون صغيرة جدا عند الفريكوانسيز العادية. طب لو احنا مثلا بنتكلم عند فريكوانسي سي مثلا ان فريكوانسي 1 جيجا، يعني طبعا لو تلاحظ تحت كل ما الفريكوانسي بيزيد كل ما الديسبيسمنت كارنت بيزيد، بس حتى لما وصلنا لفريكوانسي 1 جيجا هرتز، الريشيو بتاعت الكوندكشن على الديسبيسمنت 10 اس 9، معناتها ان الكوندكشن 10 اس 9 من الديسبيسمنت، او بمعنى تاني انه لو الكوندكشن 1 امبير معناتها ان الديسبيسمنت 10 اس نيجاتيف 9 امبير، طبعا برضو تكاد تكون قيمته تكاد تكون منعدمة الديسبيسمنت كارنت بالنسبة لقيمة الكوندكشن كارنت سواء في الكبر او في الليد. طبعا الكبر والليد دول بيعتبروا جود كوندكتورز لان الكوندكتيفيتي بتاعتهم كبيرة جدا، وبالتالي لو احنا قارناها بالميديمز اللي الدكتور شرحها لنا فدول بيعتبروا جود كوندكتورز من الميديم اللي هي الميد جود كوندكتورز، وفي الجود كوندكتور هتلاقي فعلا ان قيمة الديسبيسمنت كارنت تكاد تكون منعدمة مقارنة بالكوندكشن كارنت لان الريشيو دي كبيرة قوي. انما مثلا لو احنا بنتكلم على السي ووتر او الدراي ايرث، دول يعتبروا عبارة عن لوسي داي الكتريك ميديمز، هي داي الكتريك بس فيها شوية لوس، السيجما بتاعتها ليها قيمة وقيمتها صغيرة قوي، فهتلاقي ان الريشيو دي كبيرة، ما هيش حاجة، ما هيش يعني الريشيو دي هتلاقيها مقارنة بالكوندكشن قليلة قوي. او بمعنى تاني سي مثلا ان انا عند 1 جيجا، هتلاقي مثلا في حالة السي ووتر تقريبا الكوندكشن كارنت على الديسبيسمنت بوينت 8، او سي مثلا 1، فنقدر نقول ان الكوندكشن كارنت بيساوي تقريبا الديسبيسمنت كارنت. فمعناتها ايه؟ معناتها ان الديسبيسمنت قيمته كبيرة قوي وما نقدرش نهمل قيمته. فبالتالي هتلاقينا في السي ووتر او في الدراي ايرث اللي هما بيمثلوا اللوسي ده الكتريك ميديوم، هتلاقينا قيمة الديسبيسمنت كارنت دي قيمة كبيرة قوي، وبالتالي ساعتها هتلاقي قيمتها محسوسة مش هنقدر ان احنا نهملها. فده العلاقة اللي احنا اصلا بنعملها وهنتكلم عنها بعد كده، ان في حالة الجود كوندكتورز دي اهم حاجة تهمني في حاجة زي دي. فالجود كوندكتورز هتلاقي ان الريشيو بتاعت الديسبيسمنت دي مقارنة بالكوندكشن قليلة جدا جدا جدا، فعشان كده في كل الابليكيشنز اللي هنتكلم عنها بعد كده بينجلكت الديسبيسمنت مقارنة بالكوندكشن، وبالتالي هتلاقي الترم التاني بتاع ماكسويل اللي هو بتاع كيرل اتش ايكوال جي بلس بارشال دي بارشال تي، فهتلاقينا بنشتغل عليها كأنها كيرل اتش ايكوال جي اللي هي الامبيرز لو العادية خالص اللي احنا بدأنا وكنا عارفينها قبل كده قبل ما نعمل لها موديفيكيشن. ده كان السؤال التاني، كان عايز يعمل او عايز يجيب حاجة اسمها اللوسز افتر 1 كيلو، يعني بعد 1 كيلو من ويفز بتتحرك في دراي ايرث. كل الفكرة ان انا عارف ان في حاجة اسمها الاتنويشن فاكتور اللي هو 10 او اي اس ماينس الفا زد، لازم طبعا عشان تقدر تحسب الاتنويشن فاكتور ده لازم تكون عارف الالفا دي بكام. الالفا هي سيجما كي على 2 اوميجا ايبسلون، والقانون ده حفظه وتقدر تستخدمه على طول. لو احنا شلنا الكي دي عوضناها باوميجا جذر ميو ايبسلون، فالاوميجا دي هتروح مع الاوميجا، وفي هنا ايبسلون فوق تحت الجذر وايبسلون تحت، فهتلاقينا في الاخر هي سيجما على جذر ميو على الايبسلون، هي دي بتمثل الالفا اللي بنسميها الاتنويشن انجل. مجرد انك حسبت الالفا تقدر تعوض فوق في العلاقة اي اس ماينس الفا زد. الزد دي بتمثل المسافة اللي الويف هتتحركها. طبعا عندي هو بيفترض ان انا اتحركت 1 كيلو، فعايز يشوف اللوسز قد ايه، فمجرد ان انا بحط الزد دي ب1 كيلو في العلاقة اللي عندي فوق. طبعا هو مديني تو ميديمز، ميديم الاولاني هو عبارة عن الدراي ايرث، والميديم التاني هي السي ووتر، ومديني كل ميديم الابسلون والسيجما بتاعته بكام، فمجرد ان انا اعوض بالسيجما والابسلون في العلاقه واقدر احسب الالفا، وساعتها اقدر احسب الاتنويشن فاكتور. بس بالمناسبه هو عايز يحسب اللوسز، اللوسز هي 1 ماينس الاتنويشن فاكتور ده، فلو انا عايز احسب اللوسز از ا بيرسنتج، فمجرد ان انا بقول 1 ماينس الاي اس ماينس الفا زد في 100، عملنا الكلام ده ببساطه في جدول. رحنا جبت الدراي ايرث، في الدراي ايرث عندي السيجما جيفن والابسلون جيفن، فحسبت من هنا الالفا،
رحنا حسبنا اي اس ماينس الفا زد، حطينا طبعا الزد بواحد كيلو زي ما هو جيفن في المسألة، او عوضها طبعا في زد بواحد كيلو هنعوضها فوق بألف، يعني مش ينفعش تحطها واحد كيلو لان انت فوق بتحطها بالمتر. هيدينا اي اس ماينس الفا ببوينت تلاتة تلاتة سبعة تلاتة، فمعناتها ان اللوسز واحد ماينس الكلام ده as a percentage، معناتها ان اللوسز ب 66%. يعني ايه اي بوينت اي اس ماينس الفا زد بوينت تلاتة تلاتة؟ معناتها ان انا بعد واحد كيلو بقى متبقي من الماجنتيود بوينت تلاتة تلاتة سبعة من قيمته. فده معنات اي اس ماينس الفا زد دي، ان بعد واحد كيلو بعد انا ما مشيت واحد كيلو ان اللي بيتبقي من الماجنتيود قيمته قد ايه؟ قيمته بوينت تلاتة تلاتة او بوينت تلاتة تلاتة سبعة. يعني اللوسز قد ايه؟ اللوسز هو الجزء اللي ضاع مني بعد انا ما مشيت واحد كيلو، اللوز هي قيمته 66%. لما عملنا نفس الكلام في حالة السي ووتر، في حالة السي ووتر عملنا نفس الكلام، حسبنا الألفا بعد كده حسبنا اي اس ماينس الفا زد، طلع عندي في الآخر الاي اس ماينس الفا زد دي تقريبا بزيرو. فدي برضو معناتها ايه؟ معناتها ان بعد واحد كيلو اللوسز بقت تقريبا كلها 100%. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو ببروبجيت ويف في السي ووتر هتلاقي ان الويف دي بعد واحد كيلو تقريبا كلها ضاعت في لوسز في السي ووتر. فدي برضو معناتها ان انا راحت كلها لوسز، وبالتالي لو هي كلها راحت لوسز ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا ساعتها لو عملت اي ويف او نقلت اي ويف في الدراي ايرث او في السي ووتر يعني بعد شوية كلها بتضيع. فعشان كده بالمناسبة الغواصات ما بتشتغلش ما بينها وبين بعضيها بالالكتروماجنتيك ويفز. ليه؟ لان انا سي ان انا بين غواصة والتانية في البحر بمسافة واحد كيلو او اكتر من واحد كيلو، لو غواصة بعتت سيجنال لغواصة تانية وهي على بعد واحد كيلو، الغواصة التانية مش هتستقبل منها اي حاجة لانه كل السيجنال اللي موجود عندي كلها راحت باور لوسز في الايه؟ في مية البحر. وبالتالي ساعتها دي مشكلة. فعشان كده هتلاقي دايما الغواصات بتشتغل ما بينها وبين بعضيها بالالترا فايلت او بالالترا سونيك اللي هي موجات تضغط وتخلخل بتتنقل عن طريق تضغط وتخلخلات تضغطات وتخلخلات جوه مية البحر، وبالتالي ساعتها بينقلوا او بيبعتوا سيجنالز ما بينهم ومن بعضيهم بالطريقة دي. فكل الفكرة ان انت عشان تقدر تحسب اللوسز، السؤال ده مهم جدا وبيجوا زي كتير جدا في الكويزز ومسائل في الفاينل، بيبقى سؤال على نفس الشكل ده كده يديك مسافة معينة يقول لك انا عايز احسب اللوسز بعد المسافة دي. مجرد ان انت بتحسب الالفا، طبعا الالفا دي بتبقى حفظ اللي هي سيجما على 2 في جذر ميو على ابسلون، وبعد كده تحسب اللوسز في المسألة. بالمناسبة لو انت بصيت في المسألة مش مديك فيها ميو، فكل اللي انت هتعمله ان الميو دي بتفكها ميو نوت في ميو ار. لو مش مديك ميو يبقى الميو نوت بس او الميو بس هي ميو نوت بس، والميو ار بتبقى بواحد، الابسلون دي هي عبارة عن ابسلون نوت في ابسلون ار، وطبعا بيبقى مديك الابسلون ار بكام. فانت متنساش ان الابسلون اللي تحت دي هي ابسلون نوت في ابسلون ار، والميو دي هي ميو نوت في ميو ار، عشان يبقى انت بتحسب صح. لو مش مديك الميو يبقى الميو ار هتعتبرها واحد وتكمل حل المسألة. وده كان هذا دي كانت حل المسألة رقم 2. في المسألة رقم 3 بيقول لي إن أنا عندي لوسلس كوأكسيال كيبل. اللوسلس كوأكسيال كيبل ده عبارة عن كيبل زي ما هو واضح قدامك كده. الكوأكسيال كيبل ده عبارة عن إنر كوندكتور وجوه بره أوتر شيس أو أوتر كوندكتور، وما بين الإنر وما بين الأوتر ده عازل. مديني الريديوس بتاع الانر اسمه دي ريديوس اسمه ايه، والاوتر الريديوس بتاعه بي. فالانر كوندكتور هي اسطوانه كانها اسطوانه الريديوس بتاع ايه، والاوتر اسطوانه الريديوس بتاعها بي، بس الانر كوندكتور ده سوليد انما الاوتر ده عباره عن اوتر شيس او كوندكتور السيكنس بتاعه ده صغير قوي فبالتالي هو مش مهتم بيه. فهو زي المثال اللي احنا دايما بنحب نوصفه بيه، هو نفسه الكابل بتاع الرسيفر اللي موجود في البيت. الكابل ده فيه في النص كوندكتور وفي في المنطقة وطبعا بره فيه شعر، وفي النص ما بينهم عازل اللي هو المنطقة الفاضية اللي في النص ما بين A و B او ما بين الكوندكتور اللي جوه والكوندكتور اللي بره.
فهو بيقول لي ان انا عندي كوأكسيال كيبل حطينا على طرفينه فولتج سورس اسمه في نوت، وفي الناحية التانية حطينا ريزيستور او لود اسمه ار. فطبعا بيقول لي ان هو لوسلس كوأكسيال كيبل. يعني ايه لوسلس؟ يعني مفهوش اي لوسز خالص. يعني افترضنا ان الانر كوندكتور السيجما بتاعته بانفينيتي والاوتر كوندكتور السيجما بتاعته بانفينيتي. يعني ايه سيجما بانفينيتي؟ يعني ريزيستنس بزيرو، يعني مفهوش اي اي سكوير ار خالص او مفيش لوسز خالص موجودة جوه الانر كوندكتور. طيب هو عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب جوه. بيقول لي لو انا فرضت ان انا عندي فولتج اللي انا حاطه بتاع الفولتج سورس اسمه في نوت، ماشي، كارنت في الانر كوندكتور اسمه اي اللي هو نفسه الكارنت ده رايح للود وراجع على الاوتر شيس، عايز يفرض او عايز يثبت انه الباور اللي رايحه للود دي هي نفسها الفي في اي. طبعا الكلام ده باستخدام البوينتنج فيكتور اس في العازل اللي هو في المنطقه اللي ما بين A و B. ايه الموضوع دوت؟ الموضوع طبعا عندنا احنا عارفين ان عندنا حاجه اسمها بوينتنج فيكتور اس. بوينت فيكتور اس ده هو عباره عن حاصل ضرب الاي كروس الاتش، وده اصلا ابروتش بنستخدمه عشان نقدر نحسب الباور في اي ميديم. احنا عارفين ان احنا في السيركتس اللي بنيجي نحسب الباور في اللود بنقول ان هي في في اي او اي سكوير ار او في سكوير على ار على حسب القانون بتاعنا في السيركتس او المتاح لنا ايه بنستخدمه. انما احنا هنا عندنا الباور بنقدر نحسبها ازاي؟ الباور دي بنقدر نحسبها باستخدام الاي كروس اتش. يعني لو انا كنت عارف الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد لو عملت لهم كروس برودكت مع بعض هقدر احسب التوتال باور او الابارنت باور بير يونت اريا قد ايه. ليه؟ بكل بساطه لان انا عارف ان الاي هي عباره عن فولتج بير ميتر والاتش هي امبير بير ميتر، فلو ضربتهم في بعض هيديني فولت امبير بير متر سكوير، يعني هيديني الابارنت باور بير يونت اريا. طبعا انا عندي الكيس دي فيها دي سي، فبالتالي الابارنت باور هي نفسها الاكتف باور، مفيش رياكتف كومبوننت عندي في المساله. فبالتالي في الاي سي او في الدي سي الاس هي عباره عن اي كروس الاتش على طول، انما في الاي سي بيشتغلها او بتبقى عباره عن نص اي كروس الاتش، لانه في الاي سي بيشتغل بالاي والاتش كانهم ماكسيمم فاليوز. فانا عارف ان الباور هي الار ام اس في الار ام اس فاليو بتاع الاي في الار ام اس فاليو بتاعت الاتش، فساعتها القانون ده في الاي سي بيكون لي مختلف شويه عن الفورمه اللي موجوده قدامنا. فالاي هجيبها ازاي والاتش هجيبها ازاي؟ خلينا الاول نبدا ان احنا نجيب الاتش في المنطقه ما بين الاتنين كوندكتورز في العازل هنا. فطبعا بكل بساطة باستخدام امبير لان ده بيفترض ان هو انفينيت كوندكتور او طويل قوي وفي سيمترية، فامبير بيقول لي ايه؟ طبعا لو انا فرضت ان الاتجاهات بتاعتي ده اتجاه الزد والفاي هي اللي هتكون بتلف حواليه باستخدام الرايت هاند رول وهيكون ده العمود على الزد هو الار، فلو طبقت الاتش دوت دي ال بتساوي الاي كلوزد هناخد كلوزد باس في العازل او في المنطقة اللي انا عايز احسب عندها الاتش. فلما خدنا الكلوزد باس فاقدر ساعتها اقول الاتش دوت دي ال بتساوي الاي كلوزد، فبنضرب الاتش في طول المسار بتساوي الاي كلوزد اللي هي نفسها الاي، فهيطلع عندي الاتش اي على 2 باي ار في اتجاه الفاي. ده بالنسبه للاتش. بالنسبه للالكتريك فيلد عشان نقدر نحسب الالكتريك فيلد هنستخدم جاوس. جاوس بيقول لي انتجريشن الدي دوت دي اس بتساوي الكيو انكلوزد. نقدر نعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطة في جاوز دايما بيقول لي assume charge على احد الكوندكتورز و charge على الكوندكتور التاني. فلو انا فرضت على الانر كوندكتور ده ان عليه positive charge زي ما انا راسمها كده، والنيجاتيف تشارج هتكون على الاوتر كوندكتور اللي بره. ليه عملتها كده؟ لان بكل بساطة البوستيف على بتاع البطارية انا فرضه ان هو على الانر كوندكتور، فبالتالي الانر كوندكتور هيكون عليه بوستيف تشارجز، الاوتر هيبقى عليه نيجاتيف تشارجز، فالالكتريك فيلد هيكون طالع في اتجاه الرادياي بتاعة الاسطوانة او في اتجاه انصاف الاقطار بتاعة الاسطوانة او في اتجاه الار. فالالكتريك فيلد بيبقى طالع من البوستيف رايح للنيجاتيف، فهيبقى اتجاهه كده في العازل ما بين الاتنين كوندكتور.
فطبعا لو جيت اطبق جاوس بيقول لي انتجريشن دي دوت دي اس بتساوي الكيو انكلوزد. فطبعا جاوس هنبتدي ناخد جاوسيان سيرفيس عبارة عن اسطوانة ليها راديوس ار وليها طول ال، فطبيعي ان انا عندي الالكتريك فيلد هنا بيطلع في انهي اتجاه، لان دي دوت دي اس زي ما احنا فاكرين في جاوس كنا بنعملها، كنا بنضرب الدي في المساحة اللي بيخترقها الدي. يعني لو كان عندي المساحة بتاعت جاوس هي اسطوانة بالشكل ده كده، فطبعا عندي الالكتريك فيلد بيطلع في انهي اتجاه، بيطلع في المساحة الجانبية بتاعت الاسطوانة، فساعتها بنضرب الدي في المساحة اللي طالع منها الالكتريك فيلد. المساحة اللي طالع منها الالكتريك فيلد هي المساحة الجانبية بتاعت الاسطوانة، فبالتالي المساحة دي هي 2 باي ار ال في الدي بتساوي الكيو انكلوزد اللي انا عملت اسيوم ان اسمها كيو، فساعتها الدي هيطلع كيو على 2 باي ار ال، واتجاهه في اتجاه اليو ار، لان انا عارف ان الاي والدي في نفس الاتجاه، مجرد بس ان الدي لو قسمتها على ايبسلون هيديني الالكتريك فيلد. الفكرة ان انا كده جبت الكتريك فيلد وجبت ماجنتيك فيلد، بس قبل ما ابتدي اعمل لهم كروس برودكت في عندي حاجة مهمة جدا في الجزئية دي، هي ان انا الالكتريك فيلد اللي انا جبته ده في المسألة جبته لما انا عملت اسيوم ان في تشارج اسمها كيو. المشكلة عندي في حاجة، المشكلة ان المسألة ما فيهاش اي كيو خالص، المشكلة ان المسألة فيها فولتج وكارنت وريزيستنس وريديوس ايه وريديوس بي وشوية حاجات كده، فبالتالي المشكلة عندي دلوقتي انه التشارج اللي اسمها كيو دي مش جيفن، ده انا عملتها assumption. فعشان اقدر احل المشكله دي لازم اجيب الالكتريك فيلد كعلاقه في الفولتج والكرنت والريزيستنس او الريديوس بتاع الانر كوندكتور والاوتر كوندكتور على حسب الحاجات اللي جيفن. فقال لك خلاص انا عشان اقدر اعمل حاجه زي دي انا الاسطوانه او الفولتج ما بين طرفين الاسطوانه او ما بين الانر كوندكتور والاوتر كوندكتور هو نفسه في نوت، فساعتها ممكن نعوض بالالكتريك فيلد كيو اف باي ابسلون نوت ار في اتجاه اليو ار، واتجاه الدي ال اللي هو عباره عن دي ار في اتجاه اليو ار، ولو عملنا انتجريشن من بي لاي فيطلع دي ار على الار هيدينا لين، وانا عارف ان الفولتج ما بين الانر كوندكتور والاوتر كوندكتور هو نفسه في نوت، يعني الفي بي اي هو نفسه في نوت، فاقدر اقول ان الفي نوت هي بتساوي كيو على 2 باي ابسلون ال لين بي على الايه. طب ايه اللي انا عملته ده؟ اللي انا عملته ده ان بكل بساطه ان الكيو اللي انا كنت فارضها دي وما كنتش عارفها اقدر اشيلها واحطها بدلاله الفي نوت، فبالتالي ساعتها بدل الالكتريك فيلد ما هو ان فانكشن في الكيو او ان تيرمز اوف كيو، لا هيبقى ان تيرمز اوف في نوت، فبكل بساطة هشيل ال Q دي وأعوض عنها هنا بدلالة ال V note، فيديني ال electric field هو V note على R لين B على ال A في اتجاه ال U R. فكده أنا جبت ال electric field كعلاقة في ال voltage اللي اسمه V note، وجبنا ال magnetic field، فبكل بساطة أقدر أعمل لهم cross product مع بعض عشان أقدر أحسب ال S. فال S هي ال E كروس ال R، عندي ال E موجودة كروس ال H وعندي ال H موجودة، أعمل لهم كروس برودكت مع بعض، فكل الموضوع عندي إن أنا عندي U R كروس U Phi، Q R كروس U Phi لما نعمل لهم كروس برودكت طبعا عندي R Phi Z، ف R Phi لما نعمل لهم كروس برودكت يديني Z، يبقى ال S دي هتديني S في اتجاه ال U Z مع ضرب الكلام ده كله مع بعض. ال S دي بتمثل اتجاه الباور فلو، واتجاه الباور فلو ده في اتجاه ال U Z، يعني الباور في العازل ماشية كده في اتجاه ال Z، لأن ده اتجاه ال Z اللي أنا فرضه في المسألة سواء في العازل من فوق أو في العازل من تحت. يعني ايه اتجاه الباور فلو؟ الباور فلو ده اتجاه الباور اللي ماشية من السورس رايحة لللود، فهنا الباور في السورس، السورس كان الناحية دي واللود الناحية اللي فوق، فالباور عندي ماشية من السورس لللود زي ما انت شايف، ده بيمثل اتجاه الباور فلو. ده بالنسبة لاتجاه الـ S والاتجاه اللي طلع عندنا في اتجاه الـ U Z. هو كان عايز يحسب الباور اللي هتروح لللود او هتطلع من الناحية دي او من الاتجاه ده ناحية اللود بكام. يعني بكل بساطة عايز يعمل انتجريشن للاس دوت دي اس، لان لو انتوا فاكرين كنت لسه بقول لكم ان الاس دي يونتس بتاعتها
فولت امبير بير متر سكوير. فلو عملت لها انتجريشن على اريا هيديني الفولت امبير اللي طالع من الوجه ده. فالاس عندي هنا هي حاجة في اتجاه اليو زد، والاريا اللي في اتجاه اليو زد هي ار دي ار دي فاي في اتجاه اليو زد. فيو زد دوت يو زد هيبقى بواحد. بعمل انتجريشن على الار من A ل B اللي هو من الانر كوندكتور للاوتر كوندكتور، والفاي من 0 ل 2 باي. فهكمل الحل بتاعي وهنقدر نحسب العلاقة دي. طبعا هنا r دي r، ال r دي هتروح مع واحدة من السكوير اللي تحت، فهنديني ال dr على ال r فيها لين، هيديني لين b على a، وبالنسبة للفاي هنضرب الكلام ده في 2 باي. فلما نختصر اللي هيطلع من التكامل مع الحاجات اللي تحت هيديني في الآخر v نوت i. طبعا انا كنت متوقعها، كنت عارف ان الباور اللي هتروح لللود هنا هي نفسها ايه، هي نفسها في نوت اي، وده انا اصلا كنت متوقعه في المسألة، لان الباور اللي ماشية من هنا من السورس هي نفسها اللي هتروح لللود، لان ده اسمه لوسلس كوأكسيال كيبل. فبكل بساطة هو عايز يثبت لك انه الابارنت او الابروتش اللي اسمه اس بتساوي اي كروس اتش، هو لو انا عملت له انتجريشن على اريا هيدينا الباور بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنستخدمها في السيركتس عشان نقدر نقول الباور بتاعه اللود بكام، او الباور اللي رايحه للود دي بكام. فالفكره كلها انه عايز يقول لك ان الابروتش بتاع الاس اللي هو عن طريق ان انت عارف الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد تقدر تستخدمهم في حسابات الباور زي اللي انت كنت بتستخدمهم في حسابات الايه اللي انت بتعملها في السيركتس بالظبط. عايز احسب الباور لوسز، دي حاجه بره المساله، بس انا عايز اوصل لكونسبت معين. الباور لوسز الدكتور قال لنا ان هي تكامل اس دوت دي اس على كلوزد سيرفيس. فالاس دوت دي اس على كلوزد سيرفيس دي في الحقيقه عندنا هنقسمها لاربعه انتجريشنز. الاربعه انتجريشن، واحده على التوب سيرفيس، واحده على البوتوم، واحده على الانر سايد وعلى الاوتر سايد. هو ايه اللي انا عملته ده؟ اصل الاس اللي انا حسبتها دي هي الاس اللي موجوده في العازل، العازل اللي هو الابيض اللي جوه ده. العازل الابيض اللي جوه ده عباره عن ايه؟ العازل الابيض اللي جوه ده هو عباره عن كانك بتتكلم عن اسطوانه مجوفه. الاسطوانه المجوفه دي اللي هي العازل نفسه ليها سيرفس تحت وليها سيرفس تاني فوق وليها سيرفس على الجنب اللي بره وفيها سيرفس على الجنب اللي جوه. فانا قسمتها لاربعه سيرفيسز، التوب سيرفيس والبوتوم سيرفيس والانر سايد سيرفيس والاوتر سايد سيرفيس. اوضحهم لك تاني كده بالنسبه، ده بيمثل لي التوب سيرفيس اللي فوق ده اللي هو الاسطوانه، كانك عندك دايره فوق مقطوع منها حته اللي هي اللي بتمثل السيرفيس اللي فوق اللي ناحيه اللود، والبوتوم سيرفيس اللي هو اللي موجود تحت عندي ده، والانر سايد اللي هو الاسطوانه اللي موجوده جوه اللي هي الاسطوانه اللي هو الجسم المجوف اللي جوه بتاع الاسطوانه، والاوتر سايد اللي هو الاسطوانه او الجنب بتاع الاسطوانه من بره خالص. فده بيمثل الانر والاوتر والتوب والبوتوم. اللي عايزك تتذكره ان انا عارف ان الانر سايد والاوتر سايد دول الاريا بتاعتهم واحده في اتجاه اليو ار اللي هو على الاوتر، والانر الاريا بتاعته في اتجاه النيجاتيف يو ار. فالاريا بتاع ده في اتجاه اليو ار والاريا بتاع ده في النيجاتيف يو ار، فكده كده انا بعمل اصلا دوت برودكت كرياضه. يو ار ونيجاتيف يو ار لما اعمل لهم دوت برودكت مع اليو زد هيتنا الترمين دول بكام؟ الترمين دول هيطلعوا بزيرو. فعشان كده من الدوت برودكت هيطلع الترمين دول بكام؟ بزيرو. ما عنديش غير الطوب والايه والبوتوم. فلما اجي اعمل بالنسبه للطوب الاس دوت دي اس بتساوي الاي الاس دوت دي اس، فطبعا انا لسه عاملها من شويه اصلا اللي هي نفسها اللي انا عملتها ناحيه اللود. الاريا بتاعتي اللي ناحيه اللود هي نفسها في اتجاه اليو زد. فلما اجي اعمل نفس الكلام ده هيدينا في نوت اي. باقي لي البوتوم، البوتوم اللي هو ناحيه السورس، اللي ناحيه السورس ده خلي بالك ان الاريا اللي الناحيه دي اتجاهها بيبقى طالع لبره في اتجاه نيجاتيف يو زد. فلما باجي اعوض هنا نيجاتيف يو زد فبتاعه البوتون هيدينا نفس اللي فوق بالظبط بس باشاره نيجاتيف. فمعناتها ايه؟ معناتها ان الباور اللي ناحيه السيرفيس ده هي نيجاتيف في نوت اي،
واللي الناحية اللي فوق هي في نوت اي. فلما اجي اعمل انتجريشن على كلوز سيرفيس للاس دوت اس، هنجمع بقى اللي طلع من هنا مع اللي من هنا مع اللي من هنا مع اللي من هنا، طبعا واحدة في نوت اي التانية نيجاتيف في نوت اي. فلما نيجي نجمع الاس دوت دي اس على كلوز سيرفيس بتطلع بزيرو. طب دي معناتها ايه؟ بكل بساطة ان معناتها ان ده اسمه لوسلس كوأكسيال كيبل. فانا كنت متوقع انه مفيهوش لوسز خالص، لان اللي بيطلع من الاس والدي اس على كلوز اريا ده معناتها ده باور لوسز. فهو طلع في الاخر بزيرو. يعني ايه بزيرو؟ يعني الباور اللي داخله من هنا كلها فضلت ماشيه لغايه ما راحت للود، فنفس الباور اللي دخلت هي نفسها اللي خرجت، فبالتالي النت لوسز عندي بزيرو. فده بكل بساطة ان الباور اللي رايحة لللود هي في نوت اي، والباور اللي داخلة ناحية السورس هي نيجاتيف في نوت اي، او اللي داخلة زي اللي طالعة، فمعناتها ان اللوسز بزيرو. وده فعلا مثال ظريف على اللي حصل لو انا كنت عايز احسب الباور لوسز جوه المسألة دي. بقى على فكرة هي مشابهة للمسألة رقم 3 قوي، بس كل الموضوع انه بيقول لي ان انا عندي ده لوسلس كوأكسيال كيبل، بس ما عدا الانر كوندكتور ليها كوندكتيفيتي اسمها سيجما او سيجما نوت زي ما هو قايل في المسألة. والاوتر كوندكتور بيقول لي ان هو هنفترض ان هو بيرفكتلي كوندكتنج شيت، يعني السيجما بتاعتها برضو بانفينيتي. بيقول لي لو الكابل ده الشورت سيركتد، يعني انا حطيت على الكابل في الاخر خالص شورت سيركت او ما بين الانر كوندكتور والاوتر كوندكتور، فبكل بساطه هي نفس المساله اللي فاتت بس ما بقاش في لود. دي حاجه ان الانر كوندكتور بقى ليه ريزيستنس، الانر كوندكتور ليه ريزيستنس ليه؟ لانه بقى ليه كوندكتيفيتي، اللي فاتت كان الانتردكتيفيتي بانفينيتي وبالتالي ما كانش ليها ريزيستنس، المره دي لا ليها كوندكتيفيتي، وان انا لسه حاطط السورس برضو زي ما هو. عايز يعمل ايه؟ عايز يحسب الاي والاتش في الاير جاب برضو ما بين الانر والاوتر كوندكتور بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في مساله 3. طبعا بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في المساله رقم 3، وعايز يحسب الاي برضو كروس الاتش، عايز يحسب الاس يعني في العازل. فهتلاقي انه تقريبا مفيش فرق، ان الاتش هي بالنسبه للامبير برضو هناخد كلوزد باس ونعمل h dot dl، فهيطلع برضو ال i هو نفسه ال i enclosed هو نفسه i، فيطلع ال h و i على 2 by r، فما اختلفتش خالص بالنسبة برضو لل electric field. فباستخدام جاوس للنسبة d dot ds برضو هنفرض inner charge أو charge على ال inner conductor positive وعلى ال outer هي negative charge، وهنبتدي نحسب الالكتريك فيلد او الفولتج. فالالكتريك فيلد اللي احنا جبناه كان في نوت على ار لين بي على الاي في اتجاه اليو ار. الحقيقه في جزئيه مهمه جدا في الحته دي، ايه هي؟ بكل بساطه ان انت لازم تاخد بالك من نقطه، ان الفولتج اللي انا حاطه ده اللي اسمه في نوت حاطه في بدايه الكوندكتور، الفولتج ده بيفضل يقل لغاية ما يوصل لزيرو في نهاية الكوندكتور. معناتها ايه الكلام ده؟ معناتها ان انا في الاول كنت حاطط لود فما كانش فيه لوسز موجودة عندي، فكل الفولتج اللي هنا ده كان كله بيتنقل في نوت لغاية ما يوصل لإيه؟ لغاية ما يوصل للشورت سيركت. امال ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي ان الفولتج اللي انا حاطه هنا اللي اسمه في نوت ده بيفضل كل شوية يقع فولتج دروب، يقع فولتج دروب، يقع فولتج دروب لغاية ما ينتهي كله في نهاية الكوندكتور، لأن أنا أصلا في المسألة الباور أو اللوسز كلها بقى بتقع في الإنر كوندكتور، لأنه هو بقى ليه ريزيستنس، فبالتالي في شوية فولتج دروب يقعوا معاك، كل شوية فولتج دروب يضرب لغاية ما يوصل لزيرو. طب ده هيفرق إيه معايا في الحل؟ لأ، ده هيفرق إن شكل الإلكتريك فيلد اللي كان ليه قيمة ثابتة هناك قيمته بتفضل تقل تقل لغاية ما يوصل لزيرو في نهاية الايه الكوندكتور، زي ما واضح كده في الايه في الماجنتيودز بتاعت الالكتريك فيلد. طب دي برضه هيفرق ايه معايا؟ لا، هيفرق ان العلاقة اللي انت بقيت عاملها دي ما بقتش مظبوطة، لانه ساعتها الالكتريك فيلد ما بقاش يتغير مع الار بس، ده بقى كمان بيتغير مع البوزيشن اللي اسمه زد، ان انا كل ما بتحرك في الزد الالكتريك فيلد بيتغير.
قال طب ما تيجي نعوض فيها، او ان هو دلوقتي الفولتج ده المفروض يبقى جنرال فانكشن في الزد ويبقى فانكشن في الار. عرفنا البوزيشن بتاع الار دي خلاص مش هتتغير، انما المشكلة عندي ان انا اجيب الفولتج as a function of z. بكل بساطة قال ما تيجي ناخد اي نقطة جنرال ليها طول اسمه z من بداية الكوندكتور ده، يعني كأني اتحركت مسافة z كده. ايه اللي بيحصل؟ الفولتج عند النقطة دي قيمته بكام؟ قال الفولتج عند النقطة دي لو انا سميته v of z، بكل بساطة لو انا كنت بادئ من هنا الفولتج v نوت وانا ماشي كده الفولتج بيقع منه شوية. ايه هما الشوية اللي بيقعوا؟ الشوية اللي بيقعوا دول بنسميهم فولتج دروب. فلو انا كان الفولتج هنا في نوت، بعد شوية هيقع منه شوية دروب قيمتهم i في r، والr دي اللي هي الريزيستنس بتاعت المسافة اللي انا اتحركتها. لانه كل ما بتحرك كده كل ما الريزيستنس بتزيد وكل ما الفولتج دروب بيزيد، فهيسمي المسافة اللي اتحركها دي ليها ريزيستنس اسمها ار زد، فلما اضربها في الكرنت هيديني الدروب اللي وقع هنا. فانا كنت بادئ هنا بفولتج في نوت، بعد شوية الفولتج ده هيبقى قيمته في نوت ماينس الدروب. والار زد دي، الار زد دي انا عارف ان اي ريزيستنس هي ال على سيجما في الكروس سيكشن اريا، فالال هو الطول المسافة نفسها اللي اسمها زد. بس انا عارف انه الكوندكتور كله لو ليه ريزيستنس توتال اسمها ار توتال، يبقى انا لو قسمت الفولتج على الكرنت اللي ماشي هيديني الريزيستنس، او بمعنى تاني الكرنت والتوتال فولتج على التوتال ريزيستنس. فممكن اشيل الكرنت ده واعوض عنه في على الار توتال، والار زد دي هي نفسها الزد على سيجما في الكروس سيكشن اريا. وخلي بالك ان الار توتال دي بتمثل التوتال لينث على سيجما في الكروس سيكشن اريا. يعني لو انا شلت الكرنت وعوضت عنه بفي على الار توتال زي ما انا عملت كده، فساعتها ممكن اخد الفي نوت كومن بره، وساعتها بقسم الار زد على الار توتال. تخيل انت بتقسم الار زد دي على الار توتال، هتلاقي ان السيجما في الاريا بتروح مع سيجما في الاريا، فالاخر خالص بتديني زد على ال، وكاني باخد الفي نوت كومن بره. فيبقى الفولتج عند اي نقطة على مسافة زد عبارة عن في نوت في واحد ماينس زد على ال. يعني ممكن نشيل الفولتج اللي هو فانكشن في الزد ده ونعبر عنه بفي نوت في واحد ماينس زد على ال، يبقى انا ساعتها جبت الالكتريك فيلد ان ترمز اوف زد. يبقى انا جبت علاقة الالكتريك فيلد لو هو بيتغير مع الزد، ولو هو بيتغير مع الار، يبقى كده ظبطنا العلاقة شوية. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان انا جبت الالكتريك فيلد وجبت الماجنتيك الاس هي اي كروس الاتش، فكل اللي انا هعمله عندي الاي الجديده والاتش الجديده لما اعمل لهم كروس برودكت مع بعض هيدينا نفس العلاقه اللي احنا جبناها في مساله رقم 3، بس فيها ترم زياده اللي هو 1 ماينس زد على ال. برضو لو انا حبيت احسب الباور لوسز عندي نفس الكلام بالظبط، عندي 4 integrations، عندي اتفقنا نفس المسألة اللي فاتت، عندي 4 surface area، بندي منهم 2 اللي هم على التوب والبوتوم والسايد الانر سايد والاوتر سايد، عندي طبعا دول الاثنين دول بزيرو زي ما قلنا، لان الاريا بتاعت الانر والاوتر في اتجاه اليو ار واتجاه النيجاتيف يو ار، فالدوت برودكت مع اليو زد هيطلع بزيرو. باقي لي التوب والايه والبوتوم، فلو جينا عملنا integration على التوب، توب سيرفيس اللي هناك ده اللي هو ناحية الشورت سيركت، خلي بالك ان انت لما توصل للتوب سيرفيس يبقى انت ساعتها وصلت لزد بكام؟ لزد بتساوي ال، فلازم تخلي بالك من النقطة دي كويس قوي، ان التوب سيرفيس ده عند مسافة زد بتساوي طول الكوندكتور اللي اسمه ال. فلو انت عوضت هنا في العلاقة دي يعني الزد بال هيديك الاس بكام؟ هيديك الاس دي بزيرو، فبالتالي هيبقى الباور بزيرو. ولما تيجي تعمل ناحية البوتوم يعني ناحية السورس، ناحية السورس يبقى زد بكام؟ زد بزيرو. فالزد بزيرو لما تعوض هنا عن الزد بزيرو هيديك ماينس في نوت اي. يبقى لو جيت تحسب الاس دوت دي اس على كلوزد اريا، الاس دوت دي اس على كلوزد اريا يطلع في الاخر ايه؟ ماينس في نوت اي. وده معناته ايه؟ معناته بكل بساطة ان انت في المسألة دي ان انت
الباور ناحية السورس كانت داخلة في نوت اي، وفي الاخر خالص وصلت لزيرو. ده بكل بساطة ان الباور اللي ماشية، ان الباور فلو اللي ماشي هنا في العازل ده كل شوية كأن في حاجة بتسحب منه باور لجوه. ايه الحاجة دي؟ الانر كوندكتور هو اللي بيسحب الباور لوسز دي. الباور اللي ماشي في العازل دي اللي معدية هنا، دي اللي معدية في العازل هنا كل شوية، او الويف اللي معدية في العازل كل شوية الانر كوندكتور ده يسحب منها باور، يسحب باور، يسحب باور. هتفضل الباور دي تنتهي او تفضل تقل لغاية ما قيمتها توصل لصفر في نهاية الايه، في نهاية الكوندكتور او في نهاية الكيبل، لان كلها راحت باور لوسز، وساعتها الباور لوسز هي بتساوي ماينس في نوت اي. فده منطقي جدا مقارنة بالمسألة اللي فاتت، لان المسألة اللي فاتت كان لوسلس كواكسيال كيبل، فنفس الباور اللي داخلة هي نفسها اللي خارجة، فطلعت النت لوسز بكام؟ بزيرو. انما هنا الباور اللي داخلة هي في نوت اي انتهت في الاخر لزيرو، يعني كلها راحت باور لوسز. طب راحت فين؟ راحت في الانر كوندكتور. طب تعالى نشوف الكلام ده في الانر كوندكتور. خلي بالك احنا كده جبنا المطلوب رقم ايه والمطلوب رقم بي، عايز يحسب بقى في الانر كوندكتور. الانر كوندكتور هنعمل نفس الكلام، نجيب الاي ونجيب الاتش. خلينا نحسب الاتش الاول. لو حسبنا الاتش نجيب استخدام امبير اتش والدي ال بتساوي الاي انكلوز. فتعال ناخد كلوز باس جوه الانر كوندكتور. لو انت فاكر كنا بنعمل ايه في امبير، كنا بنضرب الاتش في طول الباس وبنضرب الايون كلوزد، بنقول هي الجي في الاريا، الجي اللي هي اي على باي سكوير في الاريا اللي هي باي ار سكوير، بناخد الكرنت دنسيتي جي. ولو كملنا هنا الحل هيطلع عندي الاتش هي اي على 2 باي اي سكوير ار في اتجاه اليو ار، او جي في ار على الاثنين لو انت سبتها بدلاله الجي اللي هي الكرنت دنسيتي جي. فجبنا الاتش جوه الانر كوندكتور. عايز هنحسب الالكتريك فيلد ازاي؟ هنحسب الالكتريك فيلد المره دي باستخدام القانون بالجي على سيجما. طب ليه ما حسبناهوش بجاوس زي المطلوب او المساله اللي فاتت او لما جينا حسبناه جوه العازل؟ بكل بساطه ما كانش ينفع في المطلوب الاولاني، او دايما لما نيجي نحسب الالكتريك فيلد دايما بنحسبه بالجي على سيجما، ده اول قانون بفكر فيه. بس لو انت جوه العازل السيجما بتاعته ما بلوش سيجما، او السيجما بتاعته بانفينيتي فما كانش ينفع ايه، او السيجما بتاعته بزيرو فما كانش ينفع نحسب الالكتريك فيلد باستخدام القانون ده. طيب ليه؟ لانه في العازل مضطر تستخدم حساب او تستخدم جاوس عشان تقدر تحسب الالكتريك فيلد جوه العازل، انما جوه الكوندكتور طالما انت عارف السيجما بتاعته اشتغل بيها على طول. طب في المسألة رقم 3 ليه ما حسبناش جوه الانر كوندكتور؟ هو احنا ليه اكتفينا بالعازل بس في المسألة رقم 3؟ لأن في المسألة رقم 3 كان الانر كوندكتور ده كان السيجما بتاعته بانفينيتي، وبالتالي السيجما بانفينيتي معناتها ان الالكتريك فيلد بكام؟ بزيرو. فما كانش ليه معنى ان انا احسب الاس جوه الانر كوندكتور، لان انا عارف ان الاس جوه الانر كوندكتور هتطلع بكام؟ بزيرو. انما في السؤال ده لا، السيجما ليها قيمه، وبالتالي ينفع ان انا احسب الالكتريك فيلد جوه وساعتها هيبقى ليه قيمه والدنيا شغاله معانا تمام. طيب حسبنا الالكتريك فيلد بجي على السيجما، وعندي الجي طبعا هي اي على باي على سي على باي اي سكويرد نقسم على سيجما يدينا الالكتريك فيلد. خلي بالك ان اتجاه الجي هو نفس اتجاه الالكتريك فيلد، او اتجاه الالكتريك فيلد في نفس اتجاه الجي اللي هو في اتجاه اليوزر. ان انا عارف ان اتجاه الكرنت في اتجاه الزد يبقى اتجاه الجي في اتجاه الزد، يبقى اتجاه الالكتريك فيلد مع نفس اتجاه التيار اللي هو في اتجاه اليوزر، الاتش في اتجاه اليو فاي والكرنت في اتجاه اليوزد. فالاس هي اي كروس اتش، يبقى هيدينا يوزد كروس يو فاي اللي هي هتطلع في اتجاه نيجاتيف يو ار، وهجمع اي مع اي اي سكوير، وباي هنا في باي سكوير، وفي هنا اي اس اي تربيع، واي تربيع هتبقى اي اس 4 تحت، وفي 2، يبقى دي الاس بتاعتي هتطلع في اتجاه نيجاتيف يو ار. برضو زي ما كنت بقول دايما ان اتجاه الاس ده هو بيمثل اتجاه الباور فلو. الباور فلو دي داخله في نيجاتيف يو ار. يعني ايه نيجاتيف يو ار؟ يعني داخله كده، داخله كده نيجاتيف يو ار، داخل لجوه مش ايه، مش طالع لبره. فالباور دي في نيجاتيف يو ار، يعني الباور دي
داخله جوه الانر كوندكتور. طيب لما اجي احسب اللوسز بقى دلوقتي، خلي بالك ان انا بتكلم على الانر كوندكتور بس، فلو سي ان ده الانر كوندكتور اللي انا بتكلم عنه، فالاس يتكامل الاس ضد دي اس على كلوزد اريا. عندي الانر كوندكتور ده ليه كام سيرفيس؟ الحقيقه هو ليه 3 سيرفيسز بس، لان ده عباره عن سوليد سيلندر، والسوليد سيلندر دي ليها سيرفيس تحت وسيرفيس فوق وسيرفيس اللي هو على الجنب، فانا سميته توب وبوتوم وسايد. فلو انا احاول ابص عليها كده، فده التوب سيرفيس اللي فوق ده، والانر سيرفيس اللي تحت، والسايد سيرفيس اللي على الجنب، فدول بيمثلوا الثلاثه سيرفيس اللي موجودين عندي. الحقيقه برضو اذكرك ان انا عندي التوب سيرفيس في اتجاه اليو زد، والبوتوم سيرفيس في اتجاه النيجاتيف يو زد، فدول المفروض المره دي مع الدوت برودكت مع اليو ار هيدوني زيروز، فالاتنين دول بقى المره دي هما اللي بكام؟ هما اللي بزيروز. اكمل، هيبقى السايد هو اللي عليه قيمه، او هو ده الوحيد اللي هيديني قيمه مع الاريا او مع الدوت برودكت. فطبعا لو احنا كملنا يبقى الاس ضد دي اس عند الاس موجوده، والاريا اللي في اتجاه اليو ار هي ار دي ار دي فاي او ار دي فاي دي زد. خلي بالك ان هو عايز يحسب عند السايد، يعني على المساحه بتاعه الكوندكتور الخارجيه. عند المساحه الخارجيه خلي بالك ان انا كل اللي انا اعمله ان انا اعوض عند ار بتساوي ايه، فما تنساش تعوض هنا عن الاس عند ار بتساوي ايه في الار دي، فهتبقى الار دي فيها ايه، وكمان الار دي ار الار دي فاي دي زد لازم هتبقى الار دي هي نفسها بايه، لان انا بتكلم على المساحه الجانبيه بتاعه الايه بتاعه الكوندكتور، او على السايد اريا بتاعه الكوندكتور، لان انا بعمل تكامل على السايد اريا او السايد سيرفس، يعني عند ار بتساوي. لما تختصر كل الكلام ده هتعمل تكامل طبعا على الفاي من 0 ل 2 باي، وهتعمل الزد طبعا هو الزد عايزها بير يونت لينث، لانه عايز يحسب انتجريشن للفلكس بتاع البوينتنج فيكتور ده بير يونت لينث بتاع الكيبل. انا في الوقت في المطلوب رقم دي بير يونت لينث، يعني انا عشان الطول ده طويل قوي فبجيبها بير يونت لينث، يبقى من 0 ل 1. لما نعمل انتجريشن ده هيطلع عندي اختصار طبعا الفاي هيبقى فيها 2 باي، والزد هتضرب بير يونت لينث هيضربها في 1. هنا يو ار ويو ار الدوت برودكت بتاعهم بواحد، وفي نيجاتيف 1 موجوده هتطلع عندي بره. نختصر الكلام ده يطلع نيجاتيف اي سكوير في 1 على سيجما باي اي سكوير. بالمناسبه 1 على سيجما باي اي سكوير دي هي الريزيستنس بير يونت لينث. يعني ايه؟ انا عارف ان الريزيستنس لو انا عايز اجيب الريزيستنس بتاعت اي كوندكتور ليه ريدياس اسمه ايه، فالريزيستنس هي ال على سيجما في الكروس سيكشن اريا، والكروس سيكشن اريا هي نفسها باي اي سكوير، وانا جايب ريزيستنس او كوندكتور ليه طول 1 متر، فبالتالي هيبقى الريزيستنس هي 1 على سيجما باي اي سكوير، فهيديني باي اي سكوير، ودي اصلا انا كنت متوقعها ليه؟ لان انا عارف انه الباور لوسز جوه الانر كوندكتور هي نفسها اي سكوير ار، او انت تقدر تتوقع او انت برضو تعرف ان هو الابروتش او الاس اللي هي عن طريق الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد تقدر تحسب الباور لوسز جوه الكوندكتور اللي هيديك نفس الاي سكوير ار اللي انا كنت متوقع. المساله دي مهمه جدا، وخاصه الانر كوندكتور. المساله دي بتيجي في كويزز كتير، بيبقى منفصله بقى، بيديك الانر كوندكتور بس ويقول لك احسب الاي والاتش واحسب لي الاس، واثبت ان الاس في الاخر هي نفسها الاي سكوير ار، فبتيجي بنفس الطريقه دي، فموضوعها سهل خالص ما هو واصل. المطلوب رقم E في المسألة عايز يحسب الباور ديسيبيتد في الانر كوندكتور بير. الموضوع بكل بساطة ان هو وهو بيثبت الاثبات بتاع البوينتنج فيكتور كان مدينا الباور او الاكتيف باور، الترم بتاعه كان علاقته بسيجما اي سكوير انتجريشن على فوليوم، ده الترم بتاع الاكتيف باور. فعايز يثبت انه الباور ديسيبيتد بالقانون ده هي نفسها هتديني اي سكوير ار اللي انا لسه حاسبها من شويه. فاحنا بنثبت البوينتنج فيكتور، لو رجعت للسلايدز هتلاقي ان الترم بتاع الاكتيف باور طبعا ده اللي بيهمني، لان المساله دي ماشي فيها دي سي كارنت، فاصلا ما عنديش الكومبوننت بتاع الرياكتيف.
هي سيجما اي سكوير تكامل على الاي. هو الالكتريك فيلد طبعا فكرك تاني بالالكتريك فيلد هو اي على سيجما واي اي سكوير. فمجرد ان انا بعمل انتجريشن طبعا مش هيهمني دايركشن، انا بعمل انتجريشن على فوليوم، فهعوض بس بالاي بالعلاقه بتاعتها وهعمل انتجريشن على الفوليوم، يعني ار دي ار دي فاي دي زد. الار هتبقى تغير من 0 ل A والزد من 0 ل 1 هيجيبها بير يونت لينث، والفاي من 0 ل 2 باي. لو اختصرت كل الليله دي وعملت الانتجريشن بتاع الار دي ار هيديني برضو في الاخر اي سكوير في 1 على سيجما باي اي سكوير اللي هي نفسها اي سكوير ار، يعني الانتجريشن بتاع البارتيسيبيشن ده برضو هيديني اي سكوير ار زي ما انا كنت متوقعها. في اخر حاجة بيقول لي كومبير الريزلتس اللي طلعت من دي واي، طبعا الاتنين بيطلعوا زي بعض بالظبط. كل الفكرة ان انا لما بجيب البارتيسيبيتد بالوضع ده بيديني اي سكوير ار عادي اللي انا متوقعها، لو عملت انتجريشن على كلوزد اريا يديني ماينس اي سكوير ار. فلو انا عايز اجيب الباور لوسز فبقول هي ماينس تكامل على كلوزد سيرفيس للاس دوت دي اس، ما بجيبش التكامل بس لا انا بجيب الماينس بتاعه، فلما اجيب الماينس بتاعه يديني على طول اي سكوير ار، فالاتنين هيدوني نفس الباور لوسز اللي انا كنت متوقعها واللي انا كنت عارف ان هي تطلع باستخدام البوينتينج فيكتور. ودي كانت اخر حاجة في المسألة رقم 4 واخر حاجة في شيت 5. شكرا.